بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا نستأنف الحديث عن المواقف والأحداث اللي صاحبتني خلال رحلتي من على كتف أمي إلى كرسي الأستاذية، واللي كان فيها الموقف الدائم لله سبحانه وتعالى إنه يمد لي يد العون في اللحظة الأخيرة قبل أن أسقط في براثن اليأس والإحباط والقنوط والأمراض النفسية. هكذا كان دأبي مع الله سبحانه وتعالى، وهكذا تعودت منه سبحانه. في قصتي أنا في الحقيقة ما كنتش أجد أجمل تفسير للآيات الكريمة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها إن مع العسر يسرا وسيجعل الله بعد عسر يسرا، سوى المواقف اللي أنا مريت بيها. وقصة حياتي بالذات في مراحلها الأولى لم تكن إلا سلسلة متتابعة من المواقف العسيرة التي تحدث وتلف خنقها حول رقبتي ثم تزول فجأة بكلمات من الله سبحانه. هذه الحلول كانت تأتي غالبا بعد حدوث الأزمة، وأحيانا مع حدوث الأزمة أو من داخلها. كانت أولى البشائر اللي تبشرني ان ربنا سبحانه وتعالى هيحل لي أزمة التنمر عليا وانا في مراحل حياتي الاولى هي الهامي الدعاء. الله سبحانه وتعالى حبب الي المناجاة. كنت كل ما اتعرض لموقف شديد كنت عندي خجل شديد قوي ان انا اكلم حد عن حياتي، لدرجة لما حد فتحني عن الإصابة اللي في جسمي كان جسمي يشكشك كأني إبر في كل مكان من فرط الإحساس بالخجل، فما كنتش أرضى أتكلم. لكن ما كنتش بجد الإحساس بالخجل ده مع الله سبحانه وتعالى. كنت بطلع فوق السطوح وأكلم وأحدث الله سبحانه وتعالى وناديه. طبعا كلام اللي انا ما كنتش بتكلم مع الله ولا في حد يزعم انه من بعد سيدنا موسى انه بيتكلم مع الله سبحانه وتعالى، فالله لا يكلم احد الا وحيا او من وراء حجاب. الله سبحانه وتعالى ما كانش بيكلمني، لكن انا كنت بناديه واناجيه بمشاعري السلبيه اللي انا حاسس بيها جراء الاحداث التنمر اللي انا بسقط. فكانت اوقات المناجاه ديت هي أول علامات زوال الأزمة. الأزمة ابتدت تزول لما أمي لاحظت كسر شعوري وصمتي والتصرف الغريب اللي أنا بعمله إن أنا بعصي طلباتها. تقول لي روح هات عيش، روح هات سكر، روح هات شاي، روح هات جاز، روح هات. بقول لها لا، ما برضاش اروح في الاماكن اللي بتقابل فيها مع الاولاد اللي كانوا بيتنمروا عليه. اضافه لكده امي لاحظت ان انا كتير قوي بقعد لوحدي وبقعد ما بتكلمش، على غير عادتي الاولانيه اول اللي بدات امشي كنت نشيط ومشارك واقعد اتكلم وايه وكنت داوشهم. فلاحظت ان انا بحب اقعد لوحدي. امي قعدت تتقصى الأخبار، قعدت تسأل اخواتي
ايه اللي بيحصل لماديه، لحد ما ايه عرفت ان في تدمر يحدث عليها. الحقيقه امي واخواتي غضبهم بطريقه لا حد يتخيلها ابدا، لما شافوا ابنهم هيروح من ايديهم. الابن ده بالذات يعني دينا عم بقيت خد تعبت فيه قوي، عامل زي الزرعة اللي أخدت جهد خاص من الفلاح علشان يرعاها، وفجأة هيجي واحد يقطفها ويجري. فهي حست إن تنمر الأولاد ده هيقطفني من وسطهم. فراح جاي أمي بالفطرة كده عملت خطة من محورين اتنين. التقسيمة دي أنا اللي إيه بعد كده عرفتها أو قسمتها لما جيت أحلل موقفها معايا. أمي كانت امرأة بسيطة دوبك تقرأ وتكتب بصعوبة. من خلال موقفها معايا وأتذكر حديثها ليا، لقيتها مشيت الخطة بتاعتها على محورين. المحور الأول هو المحافظة على نفسية الأنهيار، كانت مش عايزاني أنهار بأي يعني يعني إيه لأي بأي شكل من الأشكال. فعملت إيه؟ المحور الأول. المحور الثاني إنها تمنع تكرار الاعتداءات اللي كانت بتحصل عليا. فالمحور الأول عشان تمنع نفسيتي من الانهيار علشان تحققها، كان العنوان بتاعها هو إعادة الثقة إلى نفس هذا الطفل الجريحة، طبعا بطريقتها وحسب طريقة تفكيرها. طفل فقد الثقة في نفسه فمحبط ومكتئب وحزين ومنهار. فأمي قالت لا، أنا لازم أديله الثقة في نفسه. طب أديله الثقة إزاي؟ فصارت تكلمني عن كل ما يرفع الثقة بالنفس. قعدت تكلمني عن الإيمان بالقضاء والقدر، وإزاي إن هو يعني هيريحني ويجيب على تساؤلاتي. قالت لي اللي حصل لك في رجلك وفي ظهرك ده تشريف من ربنا مش تعذيب يا مجدي. قلت ده تشريف ازاي؟ اذا كنت انا كل يوم بروح معيط ازاي هيكون تشريف؟ قالت لي يعني هو كان يعصى على ربنا، كان يستعصي عليه انه يخليك سليم زيك زي الناس. قلت لها لا، ما كانش يستعصي عليه، بس انا اشمعنى انا اللي بيحصل لي كده؟ قالت لي طب احفظ اللي انا هقوله لك ده. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الانسان خلقه وكرمه وخلاه في احسن تقويم ومش زي بقيه الخلق، وخلق الناس كلهم في احسن، بس الناس كلها عشان شكل بعضها مش قادره تميز قيمه الخلقه الجميله اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقهم عليها، وبيتنمروا ويتمردوا ويتبطروا ويحتجوا ليه ما بقناش احسن من كده وليه وليه. فربنا سبحانه وتعالى اراد يظهر للناس مقدار قدرته وعظيم فضله عليهم انه خلقهم في احسن تقويم، فاراد ان يضرب لهم مثال، يجيب لهم مثال حي. واحد منكم اهوت انا هخلقه في خلقه تانيه، الخلقه دي فيها التشوه وفيها وفيها من الامراض وفيها، وان انا كان ممكن اخليكم زيه لكن انا فضلتكم وخلقتكم في احسن تقويم. والمثل الحي هو قاعد منكم عايش في وسطكم وبيعاني معاناه جديده. ايه رايكم؟ هكذا كان لسان الحال اللي ربنا بيخاطب بيه الناس. قلت لها طب وانا ذنبي ايه؟ اتحمل كل ده. قالت لي يعني تفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى ما كانش عارف ان ده عبء كبير عليك؟ قلت لها ايوه عارف. طب وانا هستفيد ايه؟ قالت لي ايوه هتستفيد ايه؟ هتستفيد ان ربنا سبحانه وتعالى مجهز لك زيك زي اي مريض لو صبر، مجهز لك ثواب ونعيم لا يمكنك أن تتخيله.
قلت لها حليني بقى لما يجي بقى، انا اعيش حياتي كلها متعذب بالشكل ده، ولما اموت معرفش ادخل جنة ولا نار. قالت لي ما تفتكري اللي بتخاك هيسيبك، هو اراد انه يجعلك للناس آية، فاكيد هياخد بايدك. لكن اسمع كلامي، انت دلوقتي بتمتحن، لانك لازم الناس تشوف المعاناة اللي انت عليها ويحمد ربنا. قلت لها طيب يعني ايه، انا يعني ايه، مين اللي يقدر يتحمل ده؟ قالت لي فعلا مين اللي يقدر يتحمل ده؟ قليل خالص اللي هيتحمل اللي انت زيه اللي انت عليه. ما يتحملوش غير النفسية القوية، وربنا لما اختبر العباد علشان يحملهم بلاء زي بتاعك ما لقاش نفس اقوى من نفسك، فانت نفسيتك اقوى من نفوس كل الناس اللي عايشة ديت. الحقيقة والدتي الانسانة البسيطة بتتكلم الكلام ده، لقيت نفسي انتبهت، حولتني من واحد يائس يشعر بالنقص إلى إنسان سوبر مان عنده إمكانيات وعنده نفس أقوى من نفوس بقية الناس، لدرجة إن ربنا سبحانه وتعالى أراد إنه يجعله يعني عظة للآخرين، ويبتليه ابتلاء محدش يقدر يستحمله إلا هو. فصارت عندي إحساس بالإيه؟ بالعلو والارتقاء. من هنا نفسي بدأت يعني ايه تستعيد الثقة من جديد، وبدأ إحساس السلبي بالإحباط والانهيار يتلاشى تدريجيا. ده كان الخط الأول اللي والدتي اتبعته علشان تحافظ على نفسية من الانهيار. في إطار هذا الخط بدأت تعمل حاجة تانية. احنا لسه ايه يعني ايه، لسه المحور الأول المحافظة على النفس باستعادة الثقة. طب خلاص انا استعدت الثقة، قالت لا ده انا لازم اديله حقنة كمان تقوي نفسه اكتر، حقنة مادية يشوفها بعينيه. انا كده بقول له اصبر والآخرة هتتعوض، هو هيقول طب انا احنا فين والآخرة فين، طب انا اديله حاجة من الدنيا، هديله مكسب دنيوي كمان يشجعه. هديله ايه؟ قالت لي انت عارف الولاد اللي يعاكسوك ويتنمروا عليك يضربوك ويشتموك، عارف بيعملوا كده ليه؟ قلت له علشان مش عايز العب معاهم. قالت لي لا، دول هما بيعملوا كده علشان بيغيروا منك. بيغيروا مني عليه؟ قالت لي ان انت عارف ان انت واد شاطر. قلت لها ايه يعني، ما الدنيا مليانه اولاد شاطرين. قالت لي اسكت، انت لما تبقى شاطر دلوقتي لما تكبر هتبقى دكتور، ويبقى عندك عربيه وعياده وعماره وعروسه وعزبه، ويبقى عندك اولاد وتلبس بدل وتاكل الفاكهه اللي نفسك فيها، دغري بتتفسح والناس كلها تضرب لك سلام. قعدت تقول لي حاجات كتير قوي على نفس طفل. قلت لها يعني هو ما قلت لها ايوه انت هتبقى دكتور، وانا عارفه انك هتبقى دكتور. قلت لها عارفه مين؟ قلت لي شفتك في حلم ان انت هتبقى دكتور وعندك الحاجات دي كلها. يلا قوم يا دكتور بقى، اغسل وشك دكتور. لسه ايه في تانية اعدادي، في اولى اعدادي وداخل تانية اعدادي في الاجازه الصيفيه متبهدل في اولها لما جال احباط، خلي اوام خليتيني يا دكتور. قالت لي يلا قوم بقى اغسل وشك كده، وعشان تتغدى بس عايزك قبل ما تتغدى افكرك بحاجة. قلت لها خير؟ قالت لي بص، اول ما تيجي الدراسة لازم تحافظ على شطارتك، لازم تفضل مجتهد زي ما انت، علشان الثانوية العامة عايزة مجموع كبير عشان تخش طب. دي كانت المرة الأولى اللي حد يناديني فيها الدكتور، والمرة الأولى اللي أعرف إن دخول الطب في الثانوية العامة بيحتاج مجموع كبير. في الحقيقة كان الدكتور يعني إيه في أيامنا كان وما زال لحد الآن هو يعني الطبيب يشغل
مرتبة اجتماعية يعني تحتل قمة الهرم الاجتماعي. وكانوا زمان دكاترة زمان كانوا بيتمتعوا بالمواصفات اللي والدتي حكت عليها دلوقتي. ده كان المحور الأول بالشقين بتاعه، الشق الإيماني البحت، الإيمان بالقضاء والقدر وقدرة الله سبحانه وتعالى إن هو عايز يخلي الناس تعرف تتبين مقدار قدرته وعظمته في الخلق والتصوير، ثم خلق لهم حاجة أقل عشان يقدروا يقارنوا ويعرفوا. الشق الثاني اللي هو الشق المادي البحت، اللي هو مميزات الدكتور، وإن أنا هي شافتني إن أنا هبقى دكتور، فلقيت نفسي فعلا. انت تعرفوا الواحد كده لما السيروتونين عنده بيعلى، لقيت مزاجي عالي بشكل مش عادي، وبدأت من جلسة واحدة. لكن الجميل في الموضوع ان والدتي كانت بتكرر عليا الكلام ده يوميا، لدرجة ان انا حفظته عن ظهر قلب واديني بردده هو بدون ما انساه، رغم ان فات عليه اكتر من حوالي 50 سنة. المهم الشق التاني بقى، والدتي كانت عايزة تمنع الاعتداءات اللي بتحصل عليا. هما الأولاد كانوا يعني بيتنمروا عليا بسبب حالة الضعف البدني اللي أنا عليه، فقالت لازم نوريهم العين الحمراء. جمعت إخواتي وقرايبي الشباب وطلبت منهم إنهم يحموني، يشوفوا أي حد بيحاول يتنمر او يعتدي عليا يعني ياخدوا حقي منهم وما يخافوش. يعني ايه، هي عيلتنا كان فيها شق يعني ايه يعني يعني شق شعبي شوية، في كان جزء في العيلة يعني عنده ايه المقدرة ان ايه ياخد حقه بايده يعني. فقالت ما يهمكوش من ولاد الشوارع دول، اضربوهم لو حاولوا يعتدوا على مجدي. فعلا هما نزلوا معايا، لا الاولاد التانيين جم يعتدوا عليا، فكانوا اخواتي الصبيان كانوا ما شاء الله بيتمتعوا بقوة بدنية هائلة، اضافة لابن خالتي اللي كان مقيم عندنا كان جسمه يعني كان شبه لاعبي المصارعة اليابانية المهندس اشرف حماصة ابن خالتي. دول كانوا مصاحبين ليا تماما، واي حد كان بيتنمر عليا كانت القبضة الحديدية بتاعتهم كفيلة إنه ترضعه، وكل الأفكار السوداء اللي كانت بتجيله ديت تروح من دماغه. استمتعت بأجازة جميلة، بقيت الأجازة طبعا استمتعت بيها، ويعني في ظل وجود صداقة يعني في قمة الروعة والجمال، صداقة الشارع، أصدقائي التاريخيين، يعني أنا ما أحبش أقول أسمائهم لأنهم طلبوا إن أنا ما أذكرش أسمائهم. أصدقائي التاريخيين أنا كنت حكيت عليهم المرة اللي فاتت، تواصلنا بعد كده بقينا ننزل الشارع في حماية الكبار من عائلتي، وقعدنا نلعب بقية الأجازة وقضينا أيام سعيدة علشان أدخل بعد كده نرجع للمدرسة ويروح سنة تانية إعدادي. تانية إعدادي أنا بقى انتقلت من صف أولى تالت الإعدادي لتانية أول اللي هو فصل المتفوقين. في فصل المتفوقين في الحقيقة شفت نماذج جديدة من الطلاب، نماذج راقية وجميلة. أنا كنت في مدرسة محمد فريد الإعدادية دي في وسط البلد، أو في حي طنطا الجديدة في شارع البحر. كانوا يعني بتاخد الأولاد اللي هم ساكنين في مناطق اللي طنطا شارع سعيد والمناطق النظيفة يعني غير المناطق بتاعتنا. هناك اتعرفت على أجمل مجموعة من الأولاد، هم حاليا يعني إيه من أنا مش هذكرهم كلهم، لكن أقول أصدق أصدقائي وأحب أصدقائي إلى قلبي وأقربهم لنفسي الدكتور حسام ناجي أستاذ جراحة العظم المشهور
اتعرفت عليه في سنة تانية إعدادي، كان هو أشطر طالب في المدرسة، وطبعا يعني إيه بقيت أنا وافد جديد عليهم جاي من أولى تالت، والوافد الجديد اتعرفت بقى على أخي الدكتور حسام وصرنا أصدقاء من وقتها لحد هذا اليوم. كمان إيه من الشخصيات الطيبة اللي اتعرفت عليها أخي العزيز الدكتور مدحت رمضان، دكتور الصيدلي. ده مدحت رمضان ده كان لعيب النادي الأهلي، كان هو جسمه جميل وبيلعب كرة حلو وكان معروف، أو كان معانا في الفصل وكان صديق عزيز، وكان معانا في الكلية، كان صيدلة بتحضر معانا في إعدادي، واحتفظت بصداقته لحد ما راح للأهلي وبقى من نجوم الفريق القومي المصري، إضافة إلى عدد كبير من الإيه من الشخصيات. أنا طبعا عشان ما أضيعش الحلقة في الكلام عن موضوعات يعني ربما ما تهمش القارئ كتير، لكن هم أنا ذكرت الدكتور حسام على وجه الخصوص لدوره البارز في حياتي بعد كده في الفترة اللي جاية. كده رب يكون استفدنا من خلال موقف الوالدة، علشان الآباء والأبناء يعرفوا ويتصرفوا إزاي مع أولادهم إذا لا قدر الله قابلتهم مواقف بالشكل ده. حاجتين اتنين نركز عليهم: محور إعادة الثقة بالنفس، والمحور التاني اللي هو يعني لو في مشكلة تحاولوا تلاقوا لها حل. المشكلة دي تنمر توقفوا، مشكلة مادية تحلوها. بالشكل ده نفسية أولادكم في مرحلة التكوين المبكر هتحافظوا عليها وتمنعوا عنهم أذى كبير. أستودعكم الله، وإلى الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.